الزمان ويريد أن يكسب أكثر نقاط في هذا الدوري ليضمن له مقعد هناك في دوري نجوم كيو أم بي. داخل من هناك هذه خطرة. أولو جول. الله هو يا نانا هو يا نانا نانا بوكو يشتح يرقص يحط كرة في الشبكة. نانا بوكو السم القاتل لدفاع نادي سمير في مباراة اليوم بكرة كونتر اتاك مثالي. هجمة معاكسة ولا أحلى. شوف اللعبة شوف ثلاثة ضد ثلاثة لعبة ممتازة. التمريرة رصيدة رائعة. نانا بوكو ما يلقى حتى الصعوبة في إسكان الكرة للشباك أن يترجم هذه الركلة إلى هدف. نانا بوكو يتقدم يضعها في الشباك نانا بوكو ويعلن عن أولى أهداف نادي الوكرة في هذه المواجهة. وراحت هناك بأحضان أمينة عند حارس المرمى لكن لازالت قائمة لازالت. أوبا صامة وفطر بآخر دقائق. الله اليمين الوكرة للثالث يرفع الكرة. نانا الله نانا ارفع لك القبعة يا نانا. رأسية ممتازة دماغ رائع. هذا الهدف عمل ومجهود جماعي ممتاز جدا. على راحته اللعبة الكرة التسديدة بوكو على غير العادة على كيفه يتألق في مباراة الليلة. دانا بوكو يحرز رابع أهداف الوكرة وثاني أهدافه الشخصية في هذه المباراة ورابع أهدافه في دوري الدرجة الثانية. يتلقى الكرة شوف على كيفه نادي الوكرة على كيف عبد الرحمن صالح في وادي ونانا بوكو في وادي خذ الكرة شوت انت بس ويا تذهب. كيو ام بي العام القادم كرة اللعب الان الى باسي لاحظ باسي قوي الباس يعرض عرضية جميلة لمصلحة الوكرة الراسية. يا سلام مناطقهم الدفاعية تقوقع دفاعي مع البحث عن كرات عرضية قد تأتي من جديد. كرة من جديد لنادي المرخية فرصة خطيرة الكرة في الشباك عن طريق الغاني نانا بوكو. ما دام نانا موجود لا خوف على نادي المرخية. هدف ثاني أمان وضع بكل إصرار وإتقان. شوف العرضية شوف خطأ من جانب الدفاع الغاني تبع علي أحمدي جميل لعب الكرة. الله أيوة كذا هذا اللي ثم استعرض كما بدالك نانا بوكو يعود من جديد ليسجل الهدف الثالث بكرة عكسية جميلة بالمقاس. اللعبة من الجميل جميل اليحمدي. شوف الكرة جميل استلام حلو تقدم أحلى كرة عكسية على المقاس.